السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين مرحبا بكم ايها الاخوه الكرام والاحباب واسال الله جل وعلا الذي جمعنا سويا في هذه السلسله الكريمه الطيبه المباركه سلسله كنوز ان يجمعنا في الجنه مع نبينا صلى الله عليه وسلم بغير حساب ولا عذاب وهو راض عنا يا رب العالمين مع سلسله كنوز وهذا هو لقاؤنا الرابع والعشرون ومع الكنز الرابع والعشرين من سلسله كنوز الا وهم ابناؤنا فلذات اكبادنا قره عيوننا عيوننا التي تمشي على الارض مع هؤلاء الابناء لنربيهم ليكون عمر الى عمرنا بل لتكون اعمار الى اعمارنا مع تربيه الابناء الكنز الرابع والعشرون تربية الأبناء لما تربي ابنك هو ده الكنز الحقيقي هي دي ثروتك في الدنيا وفي الآخرة هي دي ثروتك في الدنيا وفي... وأنت في قبرك وأنت في يوم القيامة وأنت في الجنة هذا كنزك فعلا تعرف الكلمة دي ما تنسهاش عيالك دول كنزك كنز الحقيقي ليه؟ ببساطة ببساطة حضرتك هتعيش كم سنة؟ دايما الكلمة اللي بيقولها الاب الاب لاولاده يقول له يا ابني انا مش عايش لك يا ابني. يا ابني انا مش عايش لك. بص لقدام يا ابني. فعلا انت مش هتعيش له. طب حضرتك هتعيش 60 70 سنة وبعد ما تموت المفترض كتابك بيتقفل. إذا مات بنو آدم انقطع عمله. لكن لا لو انت مربي ابنك كتابك ما يتقفلش. يفضل مفتوح. لو انت مربي ابنك على طاعه الله كل طاعه يفعلها ولدك تضاف الى كتابك ببساطه خالص لان النبي قال الدال على خيرك فاعله انت اللي دليته انت اللي علمته انت, انت اللي فهمته انت اللي ربيته انت اللي حفظته القران يعني اعرف رجلا رجلا شيخا بيحرص على ان يحفظ الاطفال اللي لسه عنده الولد عنده سنه ونص ولا سنتين ولا الفاتحه ايش معنى بالذات بيقول لي لأن هذه السورة سيظل هذا الطفل يقرأها إلى أن يموت في رقية شرعية يقرأها في كل صلاة يقرأها في دعاء يقرأها في, في مجالس يقعد يقرأها ويسمعها كتير ويقول فأنا عاوز آخذ أنا الأجر إني أقرأها طول عمره شوف الذكاء هذه عبادة الأذكياء هو ده الكنز فأنا بقول لحضرتك لما تربي ولدك على طاعة الله كل طاعة يفعلها في سجل حسناتك ربنا رزقك خمس ست عيال عشر عيال اوعى تسمع كلام اللي بيطلعه في التلفزيون ويقول لك كفايه عيل كفايه عيلين اقدر اقول بلاش عيال اقدر اقول خليهم عيلين بس لا ما تقدرش تقول لان النبي قال غير كده النبي قال تكاثروا تناكحوا تناسلوا فاني مباه بكم او مكاثر بكم الامه يوم القيامه كثر من العيال ليه حسنات لك سيبك من العزل وسيبك من الاسم اللي يرفع اسمك لا ده يرفع ذكرك ده يرفع اجرك ده كنز لك عند ربك يعني حضرتك هتعيش 60 70 سنه 60 سنه طيب كل عيل من الخمسه اللي جبتهم عاش كمان 60 سنه اضيف لعملك اضيف لكتابك 300 سنه كمان بس انت ربيتهم على طاعه الله لا لا استنى طب هم ماتوا وكتابك يتقفل لا برضه ما اتقفلش ما هو ده مش كيونت ترى بتاعتك يونت الصف الثاني الصف الثالث بقى اللي انت ما ربطوش، لا بس انت ربيت اللي رباه. انت ربيت اللي رباه، انت ربيت عيالك وعيالك ربوا احفادك. كل عيل من عيالك جاب له الخمسه دول، كل واحد جاب له خمسه ولا سته كمان، بقوا 30 عيل ولا اكثر من احفادك في 60 سنه ب 1800 2000 سنه تضاف الى عمرك الى كتابك لا يغلق. ربما تربي ولدك على الحمية على روح الجهاد على سير سعد بن أبي وقاص وخالد بن الوليد وأكرمة بن أبي جهل وطلحة طلحة بن خويلد ولا تربي الصحابة على سير الصحابة الولد يربي ابنه على الجهاد في سبيل الله وابنك يربي ابنه على انه يحرر الاقصى، انا اعرف رجلا موجود دلوقتي منه وهو عياله لسه مولودين. اول ما بداوا يتحركوا ويفهموا يقول لي يا ابني انت لما تكبر مسؤوليتك انت هتفتح امريكا دي مسؤوليتك والتاني انت مسؤوليتك يا ابني انت مسؤول عن الاتحاد السوفيتي كان زمان روسيا وانت يا ابني مسؤوليتك انك تفتح الهند وانت يا ابني مسؤوليتك انك تفتح الصين وانت مسؤول عن تعليم الامه العيال نشأ على كده انا مسؤوليتي هفتح بلاد الغرب واعلمهم دين الله جل وعلا وانشر الاسلام خلي بالك هو هيموت ومش هيشوف الفتح ده انت بتربي ابنك على تحرير الاقصى هتموت ومش هتشوفه طب ابنك ممكن يموت وما يشوفش تحرير الاقصى بس هو رب حفيده على اللي, اللي تربى عليه منك لغايه لما اللي يحرر الاقصى حفيد حفيدك ربما تقف أمام الله جل وعلا يوم القيامة لتجد في سجل حسناتك أجر تحرير الأقصى لتجد في سجل حسناتك أجر كل من صلى في المسجد الأقصى بعد تحريره وهو طاهر من اليهود وغيرهم فتقول يا رب انا ما ده انا عمري ما شفت المسجد الاقصى ده انا عمري ما صليت فيه واخد اجل كل من صلى فيه نعم لانك دللت ولدك الذي علم ولده الذي علم حفيد حفيدك الذي حرر الاقصى ليكون ذلك في سجل حسناتك هو اللي حرر الاقصى من صلاح الدين الايوبي اه لا بس ده كله في سجل حسنات اللي رباه اللي أنتوا ما تعرفوش واكثر الناس ما يعرفوش نور الدين محمود وامه زوجة نور الدين محمود اللي ربتهم دول اللي ربوا صلاح الدين الايوبي عشان يحرر هو الاقصى في الاخر ابوه المجاهد ربنا على الجهاد خلي بالك هو ده الطريق فتربيه الابناء عباده الاذكياء تربيه الابناء كنوز الى كنوزك واعمار الى عمرك لا يغلق كتابك كما قال النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم وغيره حديث ابي هريره اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له الولد يبقى صالح مش حتة عيل يا رب لا مش حتة عيل أنا عاوز عيل صالح عيل صالح يبقى امتداد لعملي زي ما ربنا ذكر لنا في القرآن عن دعوات الأنبياء ربي هب لي من الصالحين يبقى لازم يكون صالح من الصالح مش صالح مش عاوزه يا رب ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة يبقى عيال طيبين انك سميع الدعاء لو مش طيبين مش قريبين منك يا رب مش عاوزهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قره اعين واجعلنا للمتقين يعني اجعل ابنائي يا رب قره عين لي يعني ايه قره عين لك؟ كما قال ابن عباس في تفسير الايه قره العين ان يرى الرجل وان ترى المراه اولادهم مطيعين لله عز وجل فتقر اعينهم بهم في الدنيا والاخره. ابن عباس فتقر اعينهم بهم في الدنيا والاخره وكما قال عكرمه وهو من تلميذ ابن عباس في تفسير الايه ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قره اعين دعاء عباد الرحمن قال عكرمه لم يرد بذلك عباد الرحمن ان يروا في ابنائهم صباحه ولا جمالا وانما ان يرونهم مطيعين لله يعني مش كره العين يا اخي انك ترجع تلاقي البت كده جميلة والشعر سايح وعيون ملونة و... والخطاب بيقولها من كل مش دي كرة العين؟ لا والله كرة العين تلاقيها قاعدة تحفظ في القرآن وبدأت تختم في صحيح البخاري وتلاقيها بتعين أمها على طاعة الله وبتقيم الليل وبتصحيكم لقيام الليل. مش كرة العين اللي ابنك يبقى سعادة المستشار والأستاذ الدكتور اللي في الجامعة وسعادة الوزير وسيادة العميد و... و... ويبقى أفخم سيارة وأفخم وتلاقي الاب وهو بيربي ابنه يقول له يا ابني كل عشان تفحل هو انت حضرتك بتربي عجول كل عشان تفحل لا يا ابني قول تصلي كل عشان تعرف تقوم الليل كل عشان تعرف تجاهد تبقى قوي كل يا ابني قوي, قوي خير واحب الله منهم من الضعيف تقول له الكلام ده يبقى انت بتربي في ابنك تربيه طيبه وانت مسؤول امام الله جل وعلا وهذا فرض عليك ان تربيهم على طاعه الله ما ترجعش بعد كده بقى تقول لي لا يا مش عارف لا اب في الشارع والله بقابل كتير يقول لي ده للعيال مش هيبني يقول لي بياكلوا احسن اكل بيشربوا احسن شرب ساكنين في احسن حاجه مش مخليهم مش مخليهم عاوزين حاجه بولع صوابعي شمع مش مخليهم عاوزين حاجه والعيال مش فاضي يسمعوا الكلام خالص تعبني خالص الواد ده كل شويه يجيب لي مشكله وده مش مع البنت وده طول النهار سهران على الفيس والبنت دي هتوديني في... هو مين اللي قال لك يا اخي ان التربيه إن أحسن أكل وأحسن شرب وأحسن لبس وأحسن عيش مش دي التربية. التربية أن تهتم بأبنائك ولو كانت دنياك قليلة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إنك تقيه من النار. هذه مسؤوليتك أمام الله جل وعلا. أنت ربيت ابنك على غير مرضاة الله ثم بعد ذلك تطلب منه أن يرضي الله؟ مستحيل. أنت رآك ابنك وأنت غير طايع لله. أنت عاوز هو يطيعك؟ إذا كان أنت ما قطعتش ربك أنت عاوز هو يطيعك؟ أنت علمته وعلمته السجاير وعلمته الغش وعلمته الرشوة ترجع تقول لي أنا عاوز أربيه ما أنت خلاص فاقد الشيء لا يعطيه ألقاه في اليم مكتوفاً وقال له إياك إياك, إياك أن تبتل بالماء هو مين اللي علم ابنك كده أنت لما نحبور رنا مين؟ ده الفلان اللي اللي انت بينك وبينه مشوار وانا الراجل ده ما بطيقوش فتقول لي ابنك رد عليه قول ابويا نسي المحمول في البيت ابويا خرج ونسى المحمول في البيت الواد يرد لسه على الفطره يقول لي بقول لك بابا هو نسي المحمول في البيت بقول لك بابا انت علمته كده اول ما هيكذب بعد كده اول حد هيكذب عليه انت يبقى الكذب في سجل سيئاتك هو النبي قال ذلك ولو علمت الصدق الصدق في سجل حسناتك من سن في الاسلام سنه حسنه فله أجره واجر من عمل بها الى يوم القيامه يبقى انت لما تعلم ابنك الطاعه تفضل طاعته في سجل حسناتك انت علمت ابنك الغش ايوه يروح لك الامتحان تقول له لا له مش مذاكر بابا كويس قول له طب ماشي حالك هيغشوك اه مشي حالك كده يعني بص على جنبك رحت مره زور واحد والله لقيته وبقول له عنده ابن اسمه اسلام بقول له اخبار اسلام ايه؟ قبل الامتحانات باسبوعين قال لي بقى له اسبوعين سهران قلت له بيذاكر؟ قال لا بيبرشم بيبرشم؟ وانت سايبه يبرشم؟ ما تقول له يذاكر قال لي هيعمل ايه؟ هيسقط ما يسقط بس ما يتعلمش الغش يطلع طبيب غشاش مهندس غشاش مدرس غشاش ويغشك انت الاول رب ابنك فاقد الشيء لا يعطيه رب ابنك على بره بك ازاي؟ تبر انت اباه بر جده هو يبرك سيدنا ابراهيم قال لابيه يا ابتي يا ابتي اربع نداءات سوره مريم قالوا ابن اسماعيل يقولوا يا ابتي افعل ما تقول فتربيه الابناء هي امتداد لعمرك اعمار الى عمرك سنوات الى سنواتك طاعات الى طاعاتك هذا هو كنزك ما الكلمه دي ما الكلمه دي ابناؤك هم ثروتك الحقيقيه في الدنيا وفي قبرك لما انت تموت يدعي لك رب ارحمهما كما ربنا صغيرا، ولما ولما ربنا يكرمك يوم القيامه يرفعك الله في الجنه درجات فتقول كما صح الحديث عن النبي عليه الصلاه والسلام تقول يا رب ان لهذا هذا وما صنعت، يا رب الدرجه رقم 3000 في الجنه دي ده انا ما وصلنيش لدرجه صنعت دي ازاي؟ فيقول الله جل وعلا باستغفار ولدك لك كنزك أبناؤك ربهم على طاعه الله يمتد عمر إلى عمرك أسأل الله تعالى أن يربي أبناءنا لنا وأن يربينا قبلهم يا رب العالمين إنه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد والحمد لله رب العالمين